تعلمون أن كل الديانات السابقة والرسائل السماوية السابقة تعرضت إلى تحريف، والتحريف الذي حصل في الرسالات تحريف أساسي، يعني تحريف جدي. الكتب السماوية حرفت، تعاليم الأنبياء حرفت، حتى المناسبات المرتبطة بالأنبياء حرفت. الآن ميلاد عيسى عليه السلام الذي تحتفل به الدنيا، العالم المسيحي يحتفل بميلاد عيسى عليه السلام في هذه الأيام القادمة، أيام رأس السنة الميلادية. الواقع أن ميلاد عيسى عليه السلام ليس هذا، هذا التاريخ أول يناير ليس ميلاد عيسى عليه السلام، ميلاد عيسى في تاريخ آخر. انظر إلى احتفالاتهم، لا يتركون رذيلة إلا وارتكبوها، من شرب الخمر، من العربدة، الأغاني، الاحتفالات الصاخبة، الاختلاط المحرم وغير ذلك من فظائع في شرق الأرض وغربها. محتوى هذه الاحتفالات لا يتناسب مع المناسبة المدعات، يدعون أننا نحتفل بميلاد عيسى، بل ويتوقعون من الدنيا أن توجه إليهم التهاني في ذلك، لأن عيسى عليه السلام نبي محترم عند الجميع وخصوصا عند المسلمين. زين، هسه هذه قضية قد ما تعنينا، هم يعرفون تكليفهم، هم على دين آخر، يعتقدون بما يعتقدون، يحرفون، يفعلون، يحتفلون بهذه الطريقة الغير لائقة. قد يقال احنا شعلينا، ما شأننا بذلك؟ المشكلة هنا هو الامتزاج الحاصل في الأجواء. بعض المسلمين وبعض من حولنا من المؤمنين بدأ يتأثر بهذه السنة، بناء شنو؟ يشترك في احتفالات رأس الميلاد، وأيضا يروح أيضا يجيب يشتري من السوق هاي الشغلات المتعارفة، والشجرة ما أدري شنو، واللعابات والأشياء الملونة، ويشترك في حفلات صاخبة ماجنة فاسدة تقليدا للغرب فيما يفعل.